كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر كلها طيبة، رمضان كريم. الخيمة البدوية والفطار حاجة فوق الخيال. احنا النهاردة هنبقى معاكم الفطار والخيمة البدوية والخيمة الشعر واكل بدوي والمندي والحركات والتركات والمحشيات، وكمان معانا خريش هيفطر معانا والصلاة على النبي عليه. الحمد لله النهاردة يا جماعة الجو هيبقى مختلف، وكمان ايه مش بس خيمة، ده احنا في وسط المية زي ما انتوا شايفين، حاجة جميلة جدا. احنا في وسط المية بالظبط، احنا في جزيرة، جزيرة وحوالينا مراكب من كل ناحية زي ما انتوا شايفين حضراتكم، وكمان حركات وتريكات هتبقى النهاردة ضرب نار اجد لأول مرة وحصري لمنصة ابو كبير ميديا. اوعى تروح لبعيد، حطوا معانا وساعة الفطار وكل هيفطر النهاردة داخل الخيمة، اجانب ومصريين كل الناس موجودة معانا، وهيبقى معانا الشيخ سليم والشيخ محمد. منور يا شيخ سليم، كيفك؟ ايه الاخبار؟ ايه الاخبار يا شيخ سليم؟ اهلا وسهلا شيخ سليم. هناخد منك دقيقة او نص دقيقة، قول لنا تعالى كده الراجل الطيب ده. ما قول لنا كلمتين بعدين هنتكلم مع ابراهيم. قول لي النهارده الفطار هيبقى مختلف طبعا. طبعا الفطار هيبقى المندي بقى. الفطار النهارده في مندي وفي مندي فراخ وفي الكفتة. جميل. والرز البسماتي طبعا. بس كله طبق واحد بقى، اكل عرب بقى في كله. اي منسف واحد. اي منسف واحد. منسف واحد. خلينا شغل بدوي. شمر وديها. شمر وديها. وانت والصحة والسلامة. النهارده يا جماعة احنا موجودين داخل الخيمة، والنهارده الدنيا مختلفة. حصري لمنصة ابو كبير ميديا. الشغل ده حصري لابو كبير ميديا داخل الخيمة النهارده يا جماعة، والفطار، وكمان هيبقى معانا ايه؟ القهاوي وشاي وكمان حاجات كتير. منور يا شيخ. منورك يا غالي. النهارده على الفطار، خد المايك. النهارده على الفطار بقى، على الفطار كده هنشرب ايه؟ تشرب قهوه عربي وشاي زردليبي وشاي بدوي بتاعنا. جميل. كل حاجه هنا مشروبات بدويه. ومشروب الجنوب بتاعنا ايه؟ الجبن السوداني. والجبن السوداني. ده اساسي يا شيخ. اتعرف عليك. يا مرحبا ابراهيم. الشيخ ابراهيم. منور يا شيخ ابراهيم. نورك. كله على الفحم النهارده. كله طبيعي. كله طبيعي على الفحم. والتحويجه ايه النهارده؟ عايز احس شغل ده. والتحويجه النهارده يا جماعه مستكه وحبهان وحاجات كتير. ما شاء الله. النهارده كله موجود، اجانب ومصريين مش بس مصريين. نور الشيخ محمد. منور يا شيخ. عامل كيف؟ تمام. ربنا يعزك. ما شاء الله النهارده الجو مختلف تماما، يعني الفطار النهارده على البحر. احنا في وسط جزيره في البحر، جزيره حوالينا الميه من كل ناحيه وكمان المراكب. الجو مختلف، الجو غير خالص، الجو حكايه. هنشوف الناس اللي هتفطر النهارده ونتكلم معاهم كمان. احلى مسا عليكم يا شباب. يا مساء الفل. ازاي حضراتكم؟ النهارده بالصدفه لقينا مستر خريش النهارده. اهلا وسهلا مستر ابو وهاب، كل سنه وانت طيب والامه الاسلاميه بخير. وسط الميه كده في الجزيره، احنا كلنا الميه حوالينا وكمان خيمه بدويه، ايه الحكايه؟ احنا حبينا نغير شويه، يعني احنا فطرنا في الجزيره نفسها وفطرنا على اللانشات ورحنا حتت كتيره، بس هنا لا، المكان لامن معاك البر والبحر ان شاء الله. الاثنين. يا اكبر الاكل. لا لسه ما جربناش. هستناك بعد الفطار ان شاء الله نقول لك الراي بتاعنا. بس هو القعده ايه؟ معاك حتى ان انت بتعرف. طب تمام زي الفل. بس هو كمكان لا، بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا وحاجه راقيه جدا. دلوقتي واحد بيقول لك احنا فين؟ احنا دلوقتي فين؟ في المارينا. في المارينا فين؟ في الغردقه. مع ناس كتير بتشوفنا على مستوى العالم. لا احنا يا جماعه خدوا بالكم بس، عشان احنا موجودين النهارده في الغردقه في ضيافه الحاج محمود الدابي. ازيك يا حاج محمود؟ تسلم. ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام. معلش هناخدك حاج محمود، هو خلاص تسلم. المايك. تمام. حاج محمود النهارده ايه؟ تسلم. الجزيره على ايه؟ في مارينا وكمان خدمه خيمه بدويه. الطبع ايه؟ يعني حاسس بايه دلوقتي؟ مكان جميل طبعا. بس في جو مختلف.
طبعا. اه طبعا جو رمضاني مختلف. اه يعني الميه والخيمه البدويه والناس الحلوه. الناس الحلوه والصحاب. بس اهم حاجه الناس الحلوه. منورين ما شاء الله عليكم. منور يا شيخ سليم ما شاء الله. حاجه جميله جدا. الكل يعني هنا بيستمتع بوقته، يصور ياخد سيلفي مع الاولاد. الجو مختلف جدا وحاجه مختلفه غير الجو العادي. البحر حوالين منك من كل حته، وكمان المراكب زي ما انتم شايفين في كل حته حوالين منك المراكب، وانت في وسط جزيره والخيمه البدويه. احنا موجودين في الغردقه داخل المارينا، وحوالين مننا الميه في كل مكان ما شاء الله، والمشروبات البدويه قهاوي والجبنه. الجبنه اكل شرب الجنوب. حاجه جميله. وكمان الاسره كلها موجوده، العائله اطفال وكبار، والاسره كلها بتستمتع على الميه والخيمه. منور يا شيخ محمد. تعالى 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 بقى، يلا تعالى سلم سلم سلم. تعالى هو بيشد الخيمه معاك. بدأوا من صغره ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه ما شاء الله ما شاء الله. تعالى تعالى سلم 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 سلم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. منورين ما شاء الله. حاجه جميله جدا. الجو مختلف يعني، مختلف نهائي او يعني حاجه غير عاديه. داخل الخيمه الجو اسري جميل، جو اسري جميل ما شاء الله. المشروبات التمر هندي والمشروبات الرمضانيه بسم الله ما شاء الله. انتم شايفين المنظر مختلف يعني. رحله رحله. الحبايب كلهم موجودين. الحبايب كلهم موجودين. اهلا ازيك يا احمد عامل ايه؟ لا لا بص الجو مختلف هنا داخل خيمه. تعالى كده يا احمد ناخدك معانا. تعالى يا باشا نعود. وادم كمان معانا كمان ما شاء الله. خد خد المايك اهو. تعالى يا ادم تعالى يا ادم يلا تعالى تعالى معانا تعالى. يلا يا لدي كف. يلا يلا تعالى جنب. يلا بينا. احنا النهارده بيجو معانا بالصدفه. يعني النهارده ما شاء الله احنا شغالين اهو على تنعيم الخيمه ساعه الفطار، ومعانا احمد بيجو وكمان ادم والمدام بتاعته. الجو مختلف يا احمد. لا هنا جميلة جدا جميلة جدا. بص المنظر للبحر والدنيا، منظر جميل جدا تحفة تحفة. انت كنت النهار في البحر يا احمد. احنا لا لا بس المنظر يختلف طبعا. لا المنظر يختلف طبعا كتير. وادم النهارده يقول ايه؟ هتقول ايه؟ منظر جميل؟ منظر كتير حلوة خالص. كتير حلوة خالص. طول النهار في الماية بس الجو مختلف. لا هنا جميلة جميلة جدا. لا جميلة حلوه هنا حلوه. اجانب ومسلمين مستمتعين. لا 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 هنا لا مكان جميل جدا. كله عائلات كله يعني ايه بيستمتع. لا مش مكان محترم وحلو جدا جدا. شكله منظره حلو جدا. الاكل هيبقى مختلف. لا لا حاجه مختلفه. شغل البدوي. لا ده احنا جاي مخصوص من هناك. والله العظيم مخصوص. والله عيد على الناس بقى. كل سنه وطيبين. والله احنا زمان. والله كل سنه وطيبين. لا والله الدنيا الشغل طبعا. في العيد بقى نطلع معاك على المركب. نطلع نظبط الشغل ونظبط الشغل ان شاء الله. لا لا والله نظبطها. نيجي ناخد اكل هنا ونظبط الدنيا بتاعتنا. والله العظيم كل سنه وانتم طيبين. وكل سنه وانتم طيبين. وان شاء الله رمضان كريم على الناس جميعا ان شاء الله. حبيبي احلى بحر الدنيا حبيبي. لا بجد منورين. الله يخليك. كل سنه وانتم طيبين للناس جميعا ان شاء الله. شهيد ان شاء الله واجازه سعيده ان شاء الله. وتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله منورين. شكرا. ماشي ما شاء الله. زي ما انتم شايفين حضراتكم الجو عائلي اكتر. الجو عائلي بسم الله ما شاء الله. ما زلنا مع حضراتكم متابعي ومشاهدي منصه ابو كبير ميديا والرمضان على في الخيمه مختلف. عائلات عائلات واصحاب وكل الناس
موجودة، الجو مختلف، مصريين وأجانب، الجو مختلف، حاجة جميلة جدا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين حضراتكم احنا في وسط جزيرة، المية حوطانا من كل ناحية، وكمان المرسى، المارينا، المراكب، وجو. نطلع شوية بره الخيمة شوية ونشوف المنظر شكله ازاي، وجو رمضان والحكايات والروايات. جامع المينا اكبر ما اكبر جامع اكبر مسجد على مستوى الشرق الاوسط على البحر مباشره، زي ما انتم شايفين حضراتكم، والمراكب وحكايات. النهارده في تركات كتير وفي حاجات جميله كتير، المراكب والمارينا والخيمه والجمل والفانوس واكل البدوي، المندي والمشويات وحاجات ما شاء الله. ما زلنا مع حضراتكم داخل الخيمه، مشاهدي ومتابعي منصه ابو كبير ميديا، وهيكون معانا الشيخ محمد. الشيخ محمد نرحب بيك، اهلا بيك يا شيخ محمد. كل عام وانت طيب. كل سنه وانت طيب. لا عن جد يعني احنا بكل ما نيجي عندك في الخيمه نكون مبسوطين يعني. الله يستر عليك. الجو حلو، الجو في الله يستر عليك، الخيمه وحاجات جميله حبيبي يا باشا. كل عام وانت طيبين الاول. احكي لنا بقى حكايه الخيمه، سلم على الناس. ماشي، سلم على الناس. كل عام وانت طيبين الاول. قرب المايك. كل عام وانت طيبين الاول. بعد اذنك، بعد اذنك. كل عام وانتم طيبين، وان شاء الله تنورونا هنا في الخيمه. احنا بنحاول يعني ان احنا نعمل باين الجو بتاعنا، الجو البدوي، بنكون في هدوء شويه. يعني الجو الرمضان انا مش عارف اتكلم اقول ايه كتير يعني، بس تنوروا. ايوه دكتور شويه. خمس دقايق وهتلاقيني معاك على طول حبيبي يا باشا. لا الجو حلو يعني مختلف، يعني القهاوي البدويه. أيوة والشاي البدوي والتراث والجبنه كله على الفحم. الجبنه بقى عرفنا الجبنه، الناس ما تعرفش يعني ايه جبنه. قرب الجبنه دي بتبقى الحبوب بتاعه القهوه، بس بتيجي بتبقى حبوب معينه باحجام معينه برضو، بتتحمس بالمحمس اللي هو في ذب ابراهيم ده. ايوه. وبعد كده بتطحن في الهون. منورك ريس. كله شغل يدوي كده، وبعدين بتدقي في الهون، شغل يدوي برضه، حاجات بدائيه كلها يعني. وبس بتطحن وبتضاف عليها جنزبيل وبتتحط في جوه الفخاره. لو حضرتك الكاميرا مبينه. بيقول لك تعبتوني يا جماعه، ابعتوا لنا كوبايه. تنورنا والله، تنورنا. مرحبا بك والله، وكل عام وانتم طيبين. يا مرحبا، يا مرحبا بيكم والله، ونعمين فيهم. بعد ما تحمصهم، بس بعد ما تحمصهم بقى بيدقوا في الهون اللي هو موجود هناك ده، وبتضاف عليهم بعض الجنزبيل اللي هو الخشب ده. ايوه بالظبط كده، بتضاف عليه جنزبيل. جنزبيل جنزبيل برضه بيجي عشان تبقى حريقه شويه. ايوه لازم القهوه مع سنه الجنزبيل، يعني بيدي مفعول ثاني كويس كده. انت الكوفيين مع الجنزبيل كمان حاجه مختلفه. ايوه جدا. نكهة مختلفة. ايوه طبعا. أيوة. بتعمل في فخاره مع جمر هادي يعني، بتطلع كويس. نتكلم الناس عشان الناس مش عارفه، وبعدين الفخاره اللي بتعمل فيها. ايوه هي دي اللي بتعمل، هي دي الفخاره اللي بتعمل فيها يا جماعه. تمام. وبقى في حاجه قدام كده، ده ليف بتاع لوف. بتاع النخل. لوف يا جماعه، عشان يصفي القهوه ما ينزلش اي حصى ولا ينزل اي حاجه. ايوه يعني بالزبط. الجو هنا مختلف، مختلف يعني ايه؟ انت فعلا اكنك في الباديه. ايوه طبعا في الباديه. الباديه والخيمه يعني بتعيش جو الباديه، انك في الصحراء. فعلا طبعا في الصحراء الجواء هاديه، والجو رمضان لازم يكون في هدوء كده وكلنا طيبين. غير ان احنا في الصحراء بقى ده منطبع مختلف. أيوة، الميه حوالينا، الناس مستصعبه المشوار شويه في الجبل، قلنا نقرب هنا نحن البحر. الجو يعني حتى احنا نعتبر في جزيره. أيوة الميه حوالينا مننا في كل حته. الجو بسم الله ما شاء الله، لو الكاميرا مبينه من خلال لا كلها من احنا بنتفرج على المراكب. بسم الله ما شاء الله. كل المكان محاط بالميه، فالاجواء نظيفه كويسه خالص يعني. الجو عائلي قوي يعني. أيوة جو عائلي وكفايه الجو ونسمه الهواء. تعالوا بقى يا مرحب بيهم ونعمين فيهم والله، بلادهم مكانهم في اي وقت، ينورونا في اي وقت يا باشا. والله حبيبي يلا المغرب هتدن عندنا يا جماعه، وهنبقى معاكم لسه برضه. كل عام وانتم بخير. احنا قبل القاهره ب 20 دقيقه ما شاء الله، ورمضان كريم عليكم جميعا، والفطار مختلف. الاذان اذن عندنا. الله اكبر، الله اكبر. اللهم اني صمت على رزقك افطرت وطلت العروق وسبت الاجر ان شاء الله. منور يا بيجو حبيبي. بيجو ما شاء الله الجو مختلف، الجو مختلف جدا هنا في الخيمه، الخيمه الرمضانيه او الخيمه البدويه. الجو مختلف. وكمان في وسط المارينا، في وسط جزيره، حوالين مننا الميه في كل حته زي ما انتم شايفين، والمراكب. الجو مختلف يا جماعه، حاجه حصريه لل
منصه ابو كبير ميديا وحاجه مختلفه. الفطار الاذان ادن ومفروض نفطر، انا هفطر وهبدا معاكم لسه برضو مش هنروح بعيد، وهناخد شويه تمر هندي وهكون لسه معاكم، ما تروحوش لبعيد، خلوكم معانا ومش هنقفل اللايف. حاجه جميله جدا ومطمر. اتفرجينا على الاكل يا بابا. تحت كده شويه. خليكم معانا يا جماعه، ما تروحوش لبعيد. حاجه جميله جدا. دي شغل منسف كله طبق واحد. ما شاء الله المحاشي وال الرز البسمتي، حاجه جميله جدا ما شاء الله، حاجه جميله. الجو مختلف. انا شط ميه اشرب لي شط ميه. خليكم معانا وهنوريكم اجواء الفطار واجواء رمضان. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر. الجو زي ما انتم شايفين حضراتكم جو مختلف. طبعا صمت على سكه افطرت. عنوان فين احنا دلوقتي يا جماعه؟ في المارينا، مارينه الغردقه. في مارينه الغردقه، في وسط مدينه الغردقه، في المارينا زي ما انتم شايفين حضراتكم. الخيمه البدويه والفطار واذان المغرب وسط الميه. احنا واقفين في وسط جزيره، والاجانب كمان واقفين بصورهم، عاجبهم المنظر زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا. اهلا وسهلا بحضراتكم في اي وقت. ما شاء الله الجو مختلف، اجواء رمضان. بسم الله ما شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. الجو هنا الخيمه شغل عائلي. الكل هنا بيستمتع بالفطار. خيمه رمضان، خيمه البدويه، والجو عائلي جدا، وحوالين مننا الميه في كل حته. احنا نعتبر في وسط جزيره، جزيره داخل الميه، واحنا في المارينا، وحوالين المكان كلته المراكب. ما شاء الله. الفطار داخل الخيمة شكل تاني، والمشروبات البدوية والأكل البدوي، الرز البسمتي والمندي والمشويات. الإضاءة اشتغلت حضراتكم اهيت، وفانوس رمضان الجمل. شكرا لحضراتكم، كنا معاكم من داخل الخيمة البدوية. وكل سنة وحضراتكم طيبين. وكل
دمتم في رعاية الله. كان معكم عبد الرب كتير، مراسل منصة أبو كبير ميديا. كل سنة حضراتكم طيبين وكل عام وانتم بخير. نستأذن حضراتكم عشان نفطر. الأذان أذن، احنا عندنا الأذان بيأذن قبل القاهرة بعشرين دقيقة، وانا ارجع لكم تاني ونطلع لايف تاني من داخل الخيمة. شكرا لحضراتكم، نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله.